السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبيبي طلبة وطلبة الصف الرابع الابتدائي، وهنستكمل معاكم إن شاء الله الجزء الثاني من المراجعة الخاصة بامتحان شهر ديسمبر شهر 12، وهنستكمل معاكم بالسؤال read and check true or false. هنقرأ الجمل اللي عندنا دي وهنحط يا إما true لو الجملة صحيحة يا إما false لو الجملة خطأ. تعالوا نشوف question number one. في ولد بيتكلم بيقول I am Noor. My mom's birthday is tomorrow. يعني هو بيقول لنا أنا اسمي نور وعيد ميلاد ماما بكرة. My sister, my brother, أختي وأخويا and I وأنا كمان want to make her a cake. عايزين نعمل لها كيك. We add flour, ضفنا الدقيق, milk, اللبن, sugar اللي هو السكر and egg والبيض. أربع حاجات أهم: flour, milk, sugar, egg. It is delicious. وكانت لذيذة الكيكة دي. We stir well. قلبنا بشكل جيد and bake it for 20 minutes. و خبزناها أو سويناها لمدة 20 دقيقة. تعالوا نشوف questions. الأسئلة number one: The children make dad a cake. هم عملوا الكيكة دي لداد؟ طبعا true ولا false؟ أكيد طبعا false عشان هم هنا عملوها for mother not for dad، يبقى نيجي هنا ونحط false. يبقى الجملة الأولى هنكتب هنا ايه؟ false، غلط. الجملة التانية: The children add four things to make a cake. هم الأطفال ضافوا أربع حاجات؟ اه طبعا flour, milk, sugar and egg. يبقى اجي هنا تحت true وهكتب true، يعني ايه الجملة صحيحة. number three: His mom's birthday is tomorrow. عيد ميلاد مامته بكرة؟ اه طبعا yes. يبقى نيجي هنا ونكتب ايه true، يعني صح. number four: Five children make the cake. هو في خمس اطفال عملوا الكيكة دي؟ لا طبعا فولس، هما تلاتة بس، هو وأخته وأخوه. يبقى نيجي نكتب ايه فولس. number five: The cake is delicious. هي الكيكة كانت لذيذة؟ طبعا. يبقى نيجي نكتب قصادها هنا ايه true، يعني صح. ده كويس. number a letter a، تعال نشوف letter b read and check true or false. The river Nile is the longest river in the world. نهر النيل ده النهر الأطول في العالم. Many different fish live in it. وبيعيش فيه أسماك مختلفة. Fishermen الصيادين catch fish from the Nile. بيصطادوا السمك من النيل. Farmers use the Nile to water their plants. الفلاحين بيستخدموا النيل ده عشان يروا النباتات بتاعتهم. There are many plants that grow beside the Nile. في نباتات كتير بتنمو beside the Nile، يعني بجوار النيل. question number one: The river Nile is very short. هو نهر النيل short، قصير؟ أكيد لا طبعا. يبقى نيجي قدامها هنا نكتب ايه false. number two: There are no fish in the Nile. هو مفيش سمك في النيل؟ لا طبعا false. number three: The river Nile is important for plants. هو نهر النيل ده مهم للنباتات؟ أكيد طبعا true. number four: Fishermen catch fish from the Nile. الفلاحين بيصطادوا السمك من نهر النيل؟ اه طبعا true. والأخيرة: We grow many plants beside the Nile. بنزرع نباتات كتير بجوار نهر النيل؟ اه أكيد طبعا بنزرع نباتات كتير. يبقى برضو الجملة true، ده كان letter B. تعالوا نشوف letter C. بيقول لي the elephant is a big animal. It has a long nose and big ears. Elephants need to live in very large areas because they eat and drink so much. They eat grass and leaves. وهم بياكلوا grass الحشائش and leaves والأوراق. تعالوا نشوف الأسئلة. number one: Elephants have small ears. هي عندها الفيلة دي ودان صغيرة؟ لا طبعا أكيد false. number two: The elephant is big animal. هو حيوان big ضخم.
اه طبعا true. number 3 elephants have short nose، عندها أنف قصيرة؟ لا طبعا false. 4 elephants live in large areas، sure طبعا true. 5 elephant eats meat، الفيلة بتاكل ميت اللحم؟ لا طبعا false، لأن ده بيتغذى زي ما قلنا على الأعشاب وأوراق الشجر. تعالوا دلوقتي نشوف letter D، read and check. Alexandria is a big city in Egypt. اسكندرية دي مدينة كبيرة في مصر. I visit Alexandria with my family. أنا زرت الإسكندرية مع عائلتي in the summer في الصيف. When I go to Alexandria، لما أنا رحت الإسكندرية. I swim in the sea، أنا سبحت أو عمت في البحر. I play on the beach، ولعبت على الشاطئ. With my brothers، مع إخوتي and sisters، وأخواتي. I visit Alexandria library to read books، وزرت مكتبة الإسكندرية عشان أقرأ الكتب. تعال نشوف questions. number 1 I visit Alexandria in winter، هو زار الإسكندرية في winter في الشتاء؟ لا طبعا، هو قال لي في القطعة in summer في الصيف، يبقى دي false، خطأ. number 2 I play on the beach، هو أنا لعبت على الشاطئ؟ اه طبعا true، ايه بقى الجملة ايه true، هو بيقول I play on the beach. number 3 I go to Alexandria with my friends، وانا رحت مع اصدقائي؟ لا طبعا، هو راح مع عائلته، يبقى دي false. number 4 I can read books at Alexandria library، sure طبعا، يبقى الجملة true. number 5 Alexandria is a small city، هي الإسكندرية مدينة صغيرة؟ لا طبعا false، دي جملة خاطئة. تعال نشوف letter E. number 1 letter E the Sahara desert is very big and hot، camels and fennec fox live there، camels don't need to drink water every day، camels have large flat feet to walk on the sand، the fennec fox have big ears to hear insects and small animals. number 1 the Sahara desert is a small، هي الصحراء الكبرى دي صغيرة؟ اكيد لا طبعا، يبقى اجاوب اقول له ايه false. number 2 camels can live without water for a long time، طبعا الجمال بتعيش بدون المياه لفترة طويلة، يبقى دي جملة true، صحيحة. number 3 camels have large flat feet، sure طبعا، يبقى دي جملة true. number 4 the fennec fox has small ears، الفينك فوكس ده عنده ودان صغيرة؟ اكيد لا طبعا، دي false. camels can walk on the sand، الجمال بتستطيع ان هي تمشي على الرمال؟ اه طبعا اكيد ايه true. ده كان letter E. تعالوا نشوف مع بعض letter F. نوها likes to play tennis، نوها بتحب ان هي تلعب التنس. نوها plays tennis with her friends، وهي بتلعب مع اصدقائها on the weekends، في العطلات او الاجازات الاسبوعية. she eats healthy food، وبتاكل طعام صحي. she is strong، هي قوية and healthy، وبصحة جيدة. نوها is a very good tennis player، وهي لعبة تنس جيدة. number 1 نوها likes to play basketball، نوها بتحب تلعب الباسكتبول؟ اه اكيد طبعا، زي ما بيقول لي في القطعة هي بتستطيع ان بتحب تلعب الباسكتبول. number 2 she eats unhealthy food، بتاكل الطعام غير الصحي؟ هي بتاكل الطعام الصحي، يبقى الجملة false. number 3 نوها plays tennis on the weekends، وبتلعب التنس في الويكندز، في العطلات الأسبوعية؟ اه بتلعب في العطلات الأسبوعية، يبقى الجملة true. number 4 she plays tennis with her sister، وبتلعب مع اختها؟ لا، هو بيقول لي هنا في القطعه بتلعب مع her friends، يعني اصدقائها، يبقى الجمله ايه false، خاطئه. number 5 نوها is healthy، هي نوها healthy، بصحه جيده؟ اه طبعا بتلعب باسكت بول، وكمان بتاكل طعام صحي، يبقى هي بصحه جيده، يبقى جمله true. تعالوا دلوقتي نشوف letter G. الولد بيتكلم بيقول I am Walid.
أنا وليد. I live on a farm وأنا بعيش في مزرعة with mom and dad مع ماما وبابا. We plant millions of seeds إحنا بنزرع ملايين من البذور to keep the farm green عشان نحافظ على المزرعة بتاعتنا خضراء. We use the Nile to water the seeds وبنستخدم نهر النيل كي نروي هذه النباتات هذه البذور يعني. We grow many fruits احنا بنزرع فواكه كتير like oranges and lemons زي الأورنج والليمون. We are very happy احنا سعداء جدا. Number one وليد lives in a city هو وليد بيعيش في المدينة؟ لا طبعا false هو بيقول لنا هو بيعيش on a farm يعني في مزرعة. Number two They use the Nile to water the plants بيستخدموا نهر النيل كي يروا النباتات؟ اه طبعا بيستخدموا نهر النيل يبقى جملة true. Number three They grow oranges and lemons بيزرعوا الأورنج والليمونز؟ اه طبعا يبقى الجملة ايه؟ true صحيح. Number four وليد's family is sad هي العائلة بتاعته sad حزينة؟ لا طبعا false هو ما قاليش في القطعة ان هي حزينة ده هو قال لي they are happy. Number five, the farm is green. المزرعة خضراء. أكيد طبعا طالما مزرعة هتكون إيه خضراء. تعالوا نشوف letter H. البنت بتتكلم بتقول my friend علا lives in a village near the river. صديقتي علا بتعيش في قرية بالقرب من النهر. Farmers grow food for them to eat. الفلاحين بيزرعوا لهم الطعام عشان هم يأكلوا. They grow bean plants and vegetables وبيزرعوا طبعا نبات الفول and vegetables والخضروات. There are a lot of plants وفي نباتات كتير near the river. Plants near the river need a lot of water النباتات اللي بتنمو بالقرب من النهر بتحتاج مياه كتير. Number one علا lives in a city هي علا بتعيش في المدينة أكيد طبعا الجملة false خاطئة هو بيقول لي in a village بتعيش في قرية يبقى هنا الجملة إيه false خطأ. Number two plants near the river don't need a lot of water النباتات اللي بالقرب من النهر مش بتحتاج مياه كتير لا طبعا بتحتاج مياه كتير يبقى false. Number three farmers buy food for us to eat الفلاحين بيشتروا الطعام عشان ياكلوا لا طالما فلاحين يبقى بيزرعوا الطعام يبقى false. Number four farmers grow bean plants near the river بيزرعوا نبات الفول بالقرب من النهر اه طبعا بيزرعوا نبات الفول. Number five there are vegetables near the river في خضروات بالقرب من النهر اه طبعا في خضروات طبعا يبقى الجملة ايه true صحيحة. تعال نشوف letter I. My grandfather is 60 years old جدي عنده 60 سنة. He's a farmer وهو فلاح. He has a large farm وعنده مزرعة كبيرة. He goes to his farm early in the morning وهو يذهب لمزرعته مبكرا في الصباح. He grows vegetables and fruits هو بيزرع الخضروات والفواكه. I help him every Friday وأنا بساعده كل جمعة. We are happy to eat fresh food. احنا بنبقى سعداء لما ناكل الطعام الطازج. Number one, my grandfather is old. اه هو هنا فوق بيقول لي he's 60 عنده 60 سنة يبقى أكيد طبعا old. Old يعني عجوز يبقى الجملة true صحيحة. Number two, my grandfather is a teacher. هو جده teacher معلم أو مدرس؟ لا طبعا. هو farmer يبقى false. Number three I help my grandfather every day هو هنا في القطعة بيقول لي I help him every هو هنا بيقول لي every Friday لما هنا في الأسئلة every day يعني كل يوم يبقى الجملة هتكون false خاطئة. Number four my grandfather goes to his farm in the evening هو بيذهب المزرعة في الصباح لا طبعا يبقى الجملة ايه false خاطئة. ونمبر 5 we eat fresh food هم بياكلوا طعام fresh طازج اه طبعا هم بياكلوا طعام طازج يبقى الجملة ايه true.
تعالوا دلوقتي نشوف نمط تاني من الأسئلة، وهو fill in the gaps، أكمل الفراغات اللي هنا دي. هيجيب لي هنا فوق 5 words، 5 كلمات، زي مثلا number 1 دي juice، launch، chicken، delicious، fruits. لازم في الأول نترجم الكلمات دي بالراحة كده. juice يعني عصير، launch اللي هي وجبة الغداء، chicken يعني دجاج، delicious يعني لذيذ، fruits يعني فواكه. في واحد بيتكلم بيقول I'm hungry، I'm hungry يعني أنا جائع، I want to have my، أنا عايز أتناول my إيه بقى؟ إيه الكلمة اللي هتنفع من الكلمات اللي فوق هنا؟ أكيد طبعا my lunch، الغدا بتاعي يعني. I like to have، أنا أحب أن أتناول، أتناول إيه بقى من اللي فوق دولت؟ إيه اللي هينفع أتناوله؟ طالما lunch غدا يبقى إيه؟ chicken يعني دجاج، هيتناول إيه؟ دجاج. and rice وكمان أرز. the food is، الطعام كان ماله بقى؟ delicious يعني لذيذ، يبقى الطعام كان لذيذ delicious. بعد كده I love space too، I love ايه بقى؟ هنا fruits اللي هي الفواكه، هو كمان بيحب ايضا ايه؟ الفواكه. I love fruits too. I want to have watermelon and drink، وهشرب كمان ايه؟ سام. مش فاضل معايا غير كلمة واحدة هي جوس اللي هو العصير يعني. يبقى كده ايه الإجابات كلها الصحيحة. letter B، الكلمات اللي عندي small، wings، noisy، beaks، amazing. أول كلمة معانا small، small يعني صغير، wings اللي هي جناحات، noisy اللي هي ضوضاء، بيكس يعني منقار، وأميزنج يعني مدهش أو رائع. في واحد بيتكلم بيقول I like bird salad، أنا بحب الطيور كثيرا. I see them every day، وأنا بشوفهم كل يوم. They have to fly، they have إيه بقى to fly؟ they have wings يعني عندهم جناحات عشان يطيروا بيها، wings يعني جناحات to fly. they are، وهم ايه بقى الطيور مالها؟ amazing يعني مدهشة او رائعة، they are amazing birds. birds have، وكمان عندهم ايه كمان هنا؟ beaks يعني مناقير جمع منقار، يبقى birds have beaks and tails يعني لديهم مناقير وكمان ديول. some birds are big، بعض الطيور big كبيرة، and others، والبعض الآخر are small صغير. some of them are noisy، والبعض منهم noisy مزعج، وبعضها ايه؟ noisy يعني مزعج. تعالوا نشوف letter C. my house is old، في الكلمات اللي في الأول where، color، beautiful، friends، repent. where يعني كنا في الماضي أو كانوا، color يعني لون، beautiful جميل، friends أصدقاء، repented يعني إعادة تلوين أو إعادة دهان. في واحد بيتكلم بيقول my house is old، المنزل بتاعي قديم. I wanted to make it، أنا عايز أعمله إيه بقى؟ make it هعمله إيه؟ beautiful يعني جميل. beautiful أنا عايز أعمله إيه؟ beautiful يعني جميل. I not it، يبقى هعمله إيه؟ repainted، repainted يعني أعيد تلوينه مرة تانية. repainted it. the new نقط was green، the new ايه بقى اللي هو اخضر، يبقى the new color اللون بتاعه الجديد هيبقى ايه؟ green and red، اخضر فاحمر. my space هنا helped me، مين اللي ساعدني؟ ايه الكلمة اللي تنفع هنا من الكلمات اللي فوق؟ اكيد طبعا friends يعني اصدقائي. my friends helped me، we were happy، لقد كنا سعداء، we were happy. تعالوا نشوف letter D.
mangoes grow delicious sugar cane watermelon. بيقول لي fruits grow in different times of the year. الفواكه بتنمو في أوقات مختلفة من العام أو من السنة. We know at different kinds in Egypt. يا ترى بنعمل ايه بقى الانواع مختلفة في مصر؟ يبقى اكيد طبعا we grow يعني بنزرع. Different kinds in Egypt. نقط and نقط grow in the summer. ايه اللي بنزرعه في الصيف من الحاجات اللي عندي دي؟ اللي هي mangoes اللي هي المانجا. Mangoes and وايه كمان؟ and watermelon وكمان البطيخ. watermelon grow in the summer. we get sugar from يبقى بنحصل على السكر بقى من ايه؟ يبقى اكيد طبعا sugar cane اللي هو قصب السكر. sugar cane اللي هو قصب السكر. Fruits are الفواكه مالها delicious يعني لذيذة. delicious يعني لذيذة. تعالوا دلوقتي نشوف نمط تاني من الأسئلة وهو read and reorder يعني أعد ترتيب الكلمات دي to make a sentence عشان نعمل جملة. و number one بيقول لي raise و in Egypt we chickens. الجملة دي اتكررت معانا كتير، هيبقى الترتيب بتاعها الصحيح ايه؟ we raise chickens we raise chickens in Egypt يعني احنا بنربي الفراخ in Egypt في مصر. Number two بيقول لي dangerous crocodiles animals are، يبقى هبدأ ب crocodiles. crocodiles are dangerous animals. يبقى crocodiles are dangerous animals يعني التماسيح دي حيوانات dangerous خطيرة. بعد كده السؤال بيقول لي do where live you، يبقى هبدأ بwhere. where do you live يعني أين أنت تعيش. where do you live. بعد كده بيقول لي loves and chocolate fatten ice cream، يبقى الترتيب بتاعها صحيح ايه؟ fatten loves يعني بتحب ice cream and chocolate. Number five inside have tomatoes seeds. يبقى هبدأ ب tomatoes. have seeds inside يعني الطماطم لديها البذور من الداخل أو في الداخل. tomatoes have seeds inside. ده letter A. تعالوا نشوف letter B. need water and sunlight و plants. هبدأ ب plants. يبقى plants need water and sunlight. خلاص. Plants need water and sunlight. Number two بيقول لي you make how flapjacks we do. وهبدأ بهاو. how do we make
flapjacks. How do we make flapjacks? وهنحط question mark. How do we make flapjacks? أو how do you, زي ما هي موجودة هنا ممكن تبقى you ممكن تبقى we, يبقى خليها you زي ما هي موجودة. How do you make flapjacks? Number three. The plant cell و small و is و very, يبقى ترتيب الجملة الصحيح هيبقى ايه؟ أبدأ بالكلمة اللي هو مديهاني. The plant cell is very small, يعني خلية النباتات دي بتكون ايه؟ صغيرة جدا. Number four, ears has the fox big fennec. يبقى هبدأ بذا. يبقى هقول ايه بقى؟ The fennec fox اللي هو ثعلب الفينك يعني. The fennec fox, the fennec fox, the fennec fox has big ears, يعني لديه ايه؟ ودان كبير. Number five, a snake, هبدأ بسنيك و a fox with an و more dangerous ways. يبقى هبدأ ب a snake is more dangerous than more dangerous than a fox. يعني هنا بيقول لي ان الثعبان أكثر خطورة من الثعلب. تعالوا نشوف letter C. بيقول لي number one, eat insects, spiders. وهبدأ ب spiders. يبقى spiders eat insects, يعني العناكب بتاكل الحشرات. number two, is و flower و ذا و how big. وهبدأ ب how big. how big is the flower, يعني كم حجم الفلاور اللي هي الزهرة أو الورد. number three, house he's repainted with he. وهبدأ ب he. يبقى he repainted his house. number four, chickens Egypt we and raise. يبقى we, هنبدأ ب we بتتغط هنا we. يبقى we raise, مكررة الجملة دي, chickens and Egypt, يعني احنا بنزرع سوري بنربي الفراخ في مصر. number five والأخيرة is an elephant a mouse a smaller than. وهبدأ ب a mouse. a mouse is smaller than an elephant. تعالوا نشوف letter D. بيقول لي grow Egypt rice in we. هنبدأ ب we. يبقى we grow rice in Egypt, يعني احنا بنزرع الأرز في مصر. number two,
The green white tomatoes are. يبقى هنبدأ ب why. The tomatoes green. يعني لماذا الطماطم لونها أخضر. Number three. Air knows in we throw our praise. هنبدأ ب we. يبقى we praise throw. We breathe in. كمان عندنا in. يبقى breathe in على بعضها. We breathe in. Throw our nose. يعني احنا بنتنفس من خلال الانف بتاعنا. Number four. We water everyday plants. يبقى we water plants every day. يعني احنا بنروي النباتات كل يوم. الاخيرة have horses large eyes. نبدأ ب horses جمع have large eyes. تعال نشوف letter E. Number one. I games love playing video. هنبدأ ب I. تبقى I love playing video games. يعني أنا بحب إيه ألعاب الفيديو. Number two. Good life in Egypt is. يبقى live. هبدأ بلايف. هتطلع على خط. Life is good in Egypt. يعني الحياة جيدة في مصر. Number three. Small the fish pelican eats. هنبدأ بذا. يبقى the pelican اللي هي البجعة. The pelican اللي هي البجعة. Eats يعني بتأكل. Small fish الأسماك الصغيرة. Number four. Are four camels perfect the desert. يبقى هبدأ بكاملز. يبقى camels are perfect for the desert. Camels are perfect for the desert. والأخيرة horse. How tall is a. وحنبدأ ب how tall is a horse. How tall is a horse. تعالوا نشوف letter F. Re-cleaned Mona hair bike. وحنبدأ ب Mona re-cleaned hair bike. يعني منى إعادة تنظيف ايه الدراجة الخاصة بيها. Number two. Can what seeds you eat. يبقى نبدأ ب what. What seeds can you eat. What seeds can you eat. هنشوف number three. Helpful spiders are. يعني نبدأ ب spiders. يبقى spiders are helpful. بعد كده thinner elephants are dogs. نبدأ بدوجز. دوجز
are thinner than elephants. والأخيرة under roots that grow soil. هنبدأ بroots. يبقى roots grow under the soil. تعالوا نشوف letter G. بيقول لي N rim gazellas desert the leave Sahara. وهنبدأ بريم غزالة. ريم غزالز ليف يعني بيعيش ان ذا صحراء ديزرت. Number two. The crocodile, huge, is a scary ant. هنبدأ بزا crocodile. Is huge and scary. بعد كده farmers do what grow. هبدأ بوات. What farmers what do farmers grow يعني الفلاحين بيزرعوا لنا ايه. Number four. Make my eye friends flapjack four. هنبدأ هو محطش الخط بس هي I يعني I make flapjack for my friend. والأخيرة beautiful lock animals at this. يبقى lock هبدأ بlock at these beautiful animals. تعالوا نشوف letter H. هنبدأ بعد كده الكلمات اللي عندنا our show we food teeth was. وهنبدأ بwe. يبقى we show with our we show food we show food with our teeth. Number two. Strong applicant clause has. يبقى هنبدأ بأبليكن. A pelican has strong clause. Number three. The is the fox animal scariest. يعني نبدأ بذا fox. Is the scariest animal. Four, two, we grow, eat, plants, bean. يبقى we grow bean, plants,
to eat. والأخيرة water fresh horses drink. يبقى نبدأ ب horses. horses drink. fresh water. طب دلوقتي نشوف سؤال البنك تويشن، وده سؤال بسيط وسهل. احنا كل اللي بنعمله بنعمل هنا اول حرف كابيتال، وبنيجي اخر الجمله نحط فول ستوب او كويستشن مارك او اكسكلاميشن مارك. يعني مثلا الجمله الاولى دي هنبدا بالاي كابيتال، نعمل الاي كابيتال، ونيجي في نهايه الجمله نحط فول ستوب لان دي جمله مش سؤال. الجمله الثانيه هعمل الدي كابيتال، وهنيجي في الاخر هنا نحط كويستشن مارك لان ده سؤال. والجمله الثالثه الاتش كابيتال، ونيجي في النهاية نحط علامة استفهام. الجملة اللي بعدها هنا أول حرف الـ I capital، ونيجي في الآخر نحط full stop نقطة. بعد كده M capital، وفي الآخر هنا نحط full stop لأن دي جملة. snakes هنا نحط الـ S capital، ونيجي في الآخر نحط full stop لأن دي جملة. sugar cane هنا الـ S capital، نيجي في الاخر هنا نحط فول ستوب. اللي بعد كده تي كابيتال، وفي النهايه هنا فول ستوب. دبليو كابيتال، وفي النهايه هنا فول ستوب. وات داز، يبقى هنا ده كويستشن سؤال، يبقى الدبليو كابيتال، وهنا في النهايه علامه استفهام. وات، يبقى ده كويستشن سؤال، الدبليو كابيتال، وفي النهايه هنا علامه استفهام. وين، يبقى W capital، وفي النهاية هنا علامة استفهام. وين مرة تانية، يبقى D capital، وهنا علامة استفهام. which، يبقى علامة استفهام، يبقى W capital، وهنا برضو علامة استفهام. why، يبقى برضو ده سؤال، W capital، وفي النهاية هنا علامة استفهام.